مساء الخير يا دميانة. مساء النور. مالك يا عزت، في حاجة؟ خالتي زينة؟ خالتك عال. طب خش وقف ليه؟ تعالى أنا بشرب شاي، تشرب معاي؟ أشرب. مالك يا عزت، فيك إيه؟ مالي؟ ما أنا زينة. ها، اوعاك تكون لسه زعلان عشان موضوع الجواز. لا، كل شيء قسمه ونصيب. ربنا العالم، غلاوتك وغلاوة ولادك عندي قديه. انت كيف اخوي يا عزت؟ أنا من طرف الدكتور منير. أنت اللي واقف هناك؟ أيوة. طب تعال تعال، خد دول وسلامي للدكتور منير. أنت تعرفي الأدوية دي؟ جدول وممنوعة. عارف. ابعت اسمك وعنوانك حالا على صندوق بريد 3. اسعد، تابع لنا اللقاء مع برنامجنا. لا أقدر أحط رجلي في الأرض ولا شايفة بعيني. عاوز تقتلني يا عزت؟ ليه؟ ليه؟ أنا كده فهمت. طيب مسعود وعصام يا ولاد الكهل، الفلوس على اللي عملها، الفلوس هي اللي موتت ميلاد وخلتني أرملة، والفلوس هي اللي هتخليك تموتني كمان. وتسيب عيالك لمين يا عوي؟ We'll be right back.